طيب المحاضرة الماضية حكينا على نايف بيزيان، تمام؟ حطيت لك يعني في اللي طلبوا إنه أمثلة إضافية، فحطيت لك إياها هنا، إنه هنا في عندك إنه يعني كسلايد إضافية، إنه في أمثلة إضافية على النايف بيزيان. في هذا المثال اللي كان موجود أصلاً، إنه حساب probability على الجولف داتا سيت، تمام؟ تطلع انت عندك النتيجة 0.2 و 0.8، ويفترض انه الفاينل كلاس انه يكون اللي عنده higher probability او اللي عنده probability اعلى. في مثال تاني ضفت لك اياه، داتا ست جديدة، انه عندك هنا اسم الحيوان، عندك انه هنا بلد ولا ببيض، وهنا انه بيطير ولا لا، وهنا بعيش في المية ولا لا، وهنا عنده رجلين ولا لا، وفي النهاية الكلاس انه مامل ولا نان مامولز، تمام؟ وهي انت عندك تيست اكزامبل، ومطلوب منك انه انت تعمل بريدكت للكلاس ليبل باستخدام النايف بيزيان. فبتعمل الحسابات بهذه الطريقة، ويفترض انه انت تطلع النتيجة النهائية. فهذا انه انت عشان تتمرن عليه، لانه نمط الأسئلة انت عندك هيك. مثال هذا ضفت لك اياه كسلايد، وموجود على المودل، يعني المحدث انه موجود على المودل. اوكي، اليوم إن شاء الله بدنا نبدأ نحكي على النيورال نتوركس، تمام؟ أو الشبكات العصبية. طبعا الشبكات العصبية في الحقيقة الأصل تبعها إنه هي مستوحاة من البيولوجيكال نيورونز. كيف إنه تم يعني إنه يعني استلهام البيولوجيكال نيورال نتوركس عشان نعمل الارتفيشال نيورال نتوركس. اصل القصه انه عاده في الذكاء الاصطناعي بيتم محاكاه الذكاء البشر الطبيعي او الحقيقي، تمام؟ فاحد المحاكاه هذه انه ذكاء الانسان وين موجود؟ موجود في الدماغ. الدماغ من ايش مكون؟ مكون من خلايا عصبونيه، خلايا عصبيه. من ايش متكون الخلايا العصبيه؟ تتكون من مستقبلات الدندرايتس، تمام؟ وهذه في لها نواه زي هيك، وفي انت عندك المحور، وفي عندك السينابس اللي هو عباره عن المخرجات اللي هي بتوزع الاشاره تبعتها. دماغ الانسان مكون من ملايين الخلايا العصبيه. كيف تشتغل؟ تشتغل انه المستقبلات هذه بتستقبل، انت عندك مدخلات من جميع الحواس تبعتك، يعني ممكن تكون انت من عند حاسة اللمس لغاية المشهد اللي انت بتشوفه، ايش بتسمع، الرائحة اللي بتشمها. فهذا الكلام كله عبارة عن مدخلات اشارات اكس بتم ادخاله لدماغ الانسان، ودماغ الانسان بيعالج على هذا الاساس. دماغ الانسان انه بياخد انه يدي ردة فعل ولا ما يديش ردة فعل، تمام؟ فبالتالي انه بياخذ قرار انه يعمل اكتيفيشن او لا، يعمل اكتيفيشن او لا من خلال اشارات كهروكيميائيه، اشارات كهروكيميائيه. فبالتالي انه بيتم تفعيل الاوتبوت هذه، بيتم تنشيط الخليه هذه من خلال اشاره كهروكيميائيه. طبعا احنا كيف يعني بدنا نمثل هذا الكلام، او كيف بدنا نستخدم هذا الكلام، انه احنا نعمل شبكه عصبية اصطناعية Artificial Neural Network. ببساطة شديدة انه احنا ممكن نمثل هذا الكلام من خلال هذه الرسمة، انه انا عندي الـ Inputs X1 X2 X3 اللي هي اصلا المدخلات اللي بتيجي انا عندي من الـ Dataset، تمام؟ فكل مدخل هو عبارة عن Input Neuron بعتبره، تمام؟ وفي انا عندي الـ Output Neuron اللي هو الـ Y. فبالتالي الشبكات العصبية تم تمثيلها بهذا الشكل اصطناعيا، وبدل المعادلات الكهروكيميائيه استعدنا عنها بمعادله رياضيه. لاحظ انت عندك كل انبوت، انت عندك هنا في كونكشن مع الاوتبوت، والكونكشن هذا في له رقم، الرقم هذا بيمثل ويت، وزن. قديش اهميه هذا الانبوت؟ يعني على سبيل المثال اكس 3 الويت تبعه 4، معنى ذلك انه اهميته اكثر من اكس 2 وإكس 3. كيف بيتم حساب الاوتبوت؟ بيتم حساب الاوتبوت ببساطة شديدة، اللي هي هذه زي ما حكينا انه هي عبارة عن الدبليو. فالواي
المعادلة الأصل تبعتها إنه هي إيش بتساوي؟ بتساوي summation ال x i، والاي هي زي ما انت شايف اكس 1 اكس 2 اكس 3 ضرب الدبليو جي. فبالتالي انت في عندك اندكس مختلف للاكس وللواي، مش نفس الاندكس. ما ينفعش نقول اقول دبليو اي برضه، تمام؟ لانه كل واحدة إلها يعني اندكس مختلف. فبالتالي انه هو عبارة عن، يعني بمعنى اخر، انت عندك الواحد اللي هو هذا كونستانت زائد 2 في اكس 1 هي 2 ضرب اكس 1، 3 في اكس 2 هي 3 في اكس 2، و4 في اكس 3 بتطلع انت عندك قيمة الواي. نعم، الواحد هذا انه هذا عادة بيكون كونستانت، يعني انه هذه المعادلة انه بتكون عبارة عن انه summation ال x i ضرب الدبليو اي، وعادة بيكون انه عندك هنا انه بي زائد انه عبارة عن كونستانت، او ممكن تعبر عنه انه هو دبليو معين يعني، او انه واحد هو عبارة عن كونستانت. عادة ممكن يكون الكونستانت هذا صفر يعني، تمام؟ طيب السؤال اللي بيطرح نفسه، اوكي ماشي مثلناها يعني رياضيا، بس هل فعلا انه ممكن نخليها انه هي تتعلم ونستخدمها في البريدكشن؟ ممكن نستخدمها في الكلاسيفيكيشن؟ كيف ممكن نخليها تتعلم؟ كيف ممكن نخليها تتعلم؟ حكيت انت عندك يعني المتغيرات الموجودة عندك ايش هي؟ الاكس هذه انت بتقدر تتحكم فيها؟ كيف؟ المتغيرات هذه بتجيني حسب الداتا سيت، تمام؟ والدبليو تقدر تتحكم فيها عشان تطلع قيمة الواي؟ معنى ذلك انه احنا بدنا نطلع قيمة الواي الصحيحة. هذه متغيرات بتقدرش تلعب فيها، هذه تقدر انه انت تعدل فيها عشان تطلع لك الواي الصحيحة. معنى ذلك انه تخلي النتورك انه هي تتعلم، معنى ذلك انه انت توجد الويتس المناسبة اللي بتطلع لك الواي الصح، تمام؟ حكيت حتوضح اكثر يعني، حاشرحها بالتفصيل اكثر، تمام؟ طيب يبقى هنا بدنا ناخذ البيزك اركيتكتشر للبرسبترون. البرسبترون هي عباره عن النيورال نتورك مكونه من نيورون واحد. انت عندك هذا للانبوت اكس 1 اكس 2 اكس 3، تمام؟ هذا هو النيورون واحد، هذا هو البرسبترون، تمام؟ زي ما انت شايف من ايش مكون؟ الاوتبوت هذا ممكن يطلع انت عندك رقم، ممكن يطلع عندك 37، ممكن يطلع 140، ممكن يطلع 15، بغض النظر قديش انه هو ممكن انه هو يطلع. هنا الزيادة انت عندك في الموضوع انه بعد السميشن، بعد المعادلة هذه اللي احنا طبقناها، تمام؟ ايش سوينا؟ طبقنا activation function. يبقى هذا عبارة عن حاصل ضرب الاكس في الدبليو، وهذا عبارة عن حاجة اسمها الاكتيفيشن فانكشن، تمام؟ والاكتيفيشن فانكشن في هذه الحالة هي دالة الإشارة. إيش معنى دالة الإشارة؟ أنا بهتم بالإشارة، بهتمش بالقيمة، بهتمش إنه 147 أو 37، أنا بهتم إنه إذا كان الرقم هذا أكبر من صفر، اللي هو عبارة عن حاصل الضرب الدبليو في الإكس زائد البي اللي هو الكونستانت أكبر من الصفر، معنى ذلك إنه الناتج النهائي بغض النظر قديش كان، 150 ولا 15، بيكون الناتج انا عندي واحد، موجب واحد. ولو كان اقل من ذلك otherwise، فبالتالي بتكون الاشاره ماينس واحد، بتكون الاشاره ماينس واحد، عشان هيك اسمها هذه داله الاشاره او sign function، تمام؟ هنا نفس المعادله هذه اللي انا كتبت لك اياها هنا، بس ايش الاختلاف انت عندك؟ الاختلاف انه انت عندك الدبليو هي عباره عن محطوطه تي ترانسبوز، لانه عشان تظبط عمليه الضرب انت عندك الدبليو، يعني خليني اكتب لك اياها هنا. الدبليو كيف شكلها؟ عباره عن متجه اللي هو دبليو 1 دبليو 2
دبليو 3 تمام، بدك تضربه في الاكس اللي هو اكس 1 اكس 2 اكس 3. هذا الكلام بنفعش رياضيا، بنفعش، لازم هذا تعمل له ترانسبوز. ايش يعني ترانسبوز؟ بده يصير شكله زي هيك، بده يصير شكله يعني بالطول W1 W2 W3. حاصل ضرب الإكس اللي هي بتضلها بهذا الشكل زي ما هي، X1 X2 X3. بهذه الطريقة أنت بتصير إنه المعادلة هذه أو ضرب المتجهات هذا إيش بصير؟ W1 ضرب X1 زائد W2 ضرب X2 زائد W3 ضرب X3. فبالتالي أنت بيطلع أنت عندك قيمة، هاي معنات إنه بترانسبوز أنت عندك بهذا الشكل. فبالتالي إنه النتيجة، نتيجة حاصل الضرب إذا كانت أكبر من صفر بيطلع 1، إذا كان أقل من صفر بيطلع -1 تمام؟ في activation function غير هاي؟ في activation function غير هذه؟ في، بس مش موضوعنا هالجيت. موضوعنا إنه كيف بدنا نخلي إنه النتورك إنه هي تتعلم. بس خلينا نشوف عبارة يعني عملية حساب الأوتبوت. افترض إنه أنت في عندك نتورك بهذا الشكل تمام، وطبقنا بيانات عليها، قيمة الـ X1 كانت 1، الـ X2 كانت 1، والـ X3 كانت 1، والويت أنا عندي W1 كانت 1، 4 كانت 4، 3 كانت 3، و W2 كان 2. هنا أنت بدك تطبق الجمع. الجمع هو عبارة عن حاصل ضرب الـ X في الـ W. فبالتالي النتيجة المفروض إنه هي قديش تطلع لو بدي أجي أحسب الأوتبوت؟ 1 في 2 زائد 1 في 3، أو خليني أعمل لك هنا في الأوضح، 1 في 2 هي 2 زائد 1 في 3 قديش صاروا؟ 5، 3 و2 5، وهنا 1 في 4 ب4 زائد 5 9 زائد 1 10. هاي الاوتبوت انت عندك 10. ممكن انه انت يكون في عندك زياده كونستانت اللي هو بلس 5، فبيطلع لان الاوتبوت انا عندي 15. بغض النظر قديش كانت الاوتبوت، انا عندي 10 او 15، طالما انت حتطبق عليه الاكتيفيشن فانكشن حتطلع النتيجه. هذا يفترض تطلع النتيجه انه 1، وهذا النتيجه كمان تطلع 1 بعد الاكتيفيشن فانكشن. راحت هنا انه احنا طبقنا السميشن مش الاكتيفيشن فانكشن. نيجي للتريننج تبع النيورال نتورك. التريننج يتكون من مرحلتين، المرحله الاولى الفورورد باس، والمرحله الثانيه اللي هي الباكورد ايرور بروبوجيشن. بروبوجيشن بدك تعمل نشر للايرور تمام. هجيت تخيل معايا الداتا سيت شكلها بهذا الشكل. هاي X1 X2 X3 وعندي هنا الواي تمام، وهذا R0 R1 إلى آخره تمام. الخطوة الأولى هو حساب الأوتبوت. إيش هو حساب الأوتبوت؟ بناء على قيم الـ X1 والـ X2 والـ X3 إيش بدي أحسب؟ بدي أحسب حاجة اسمها الـ Y هات. هذه الـ Y الأصلية اللي موجودة عندي في الداتا سيت. فبالتالي الخطوة الأولى هي عبارة عن حساب الـ Y، هي عبارة عن حساب الواي. الخطوة الثانية انه انت بدك تحسب الايرور. ما دام انت عندك
الواي والواي هات، هذه الواي الأصلية وهذه الواي اللي طلعها الالجوريثم، تقدر انه انت تحسب لي الايرور، صح؟ تمام. فبالتالي بناء على الايرور هذا بده يكون في عندي، بقول لك لا الواي طالعة غلط، في ايرور، عدل لي الويت عشان تطلع الواي صح. بقول له حاضر، من عيني التنتين بعدل لك الويت، قديش مقدار التعديل تبع الويت؟ بقول له هي دلتا دبليو، تمام. في لها معادلة، هشرحها المعادلة بالتفصيل في السلايد اللي بعديه، تمام. يبقى هنا زي ما اتفقنا انه الويتس هدول عشان يطلع الواي مظبوط بدنا نعدلهم القيمة تبعتهم، قديش مقدار التعديل؟ في لها معادلة، احسب لي مقدار التعديل وانا بعدل الويت. فبالتالي انه الويت القديم، الويت الجديد ايش بيساوي؟ الويت الجديد ايش بيساوي؟ الويت القديم زائد الدلتا. الدلتا ممكن تكون موجبة او سالبة، يعني ممكن على سبيل المثال انه يكون الدلتا عبارة عن نص، فبالتالي هو كان واحد ضيف حيصير واحد ونص، أو ممكن تكون 3 من 10 وهي كانت 1 حيصير 1 و3 من 10، أو إذا كانت الدلتا بالماينس كانت -3، معنى ذلك إنه -3 من 10 معنى ذلك إنه هي كانت 1 حتصير 7 من 10، معنى ذلك إنه هنا الويت القديم حيشطبه لو كان أنا عندي الدلتا -3 وحين هنا حتصير إيش؟ 0.7، هنا إيش حتكون؟ 3.7، وهذا حيكون 2.7، وهكذا، تمام. يبقى الخطوة الثانية انه هي عبارة عن حساب الويت وعمل لي باك بروبجيت، يعني قول للويت هذا انه هي مقدار التعديل تبعك وهذا هي مقدار التعديل تبعك وهي المقدار التعديل تبعك. بمعنى اخر كل واحدة راح يكون في لها دلتا خاصة فيها، فبالتالي الويت الجديد ايش بيساوي؟ الويت القديم زائد الدلتا اللي هو الفرق حاصل، يعني مقدار الابديت، مقدار التعديل. طيب قبل ما نحكي على الالجوريثم بدنا نتعرف على الفانكشن، على الاكتيفيشن فانكشن. الاكتيفيشن فانكشن احنا اخذنا في البدايه انه انا في عندي الساين فانكشن، داله الاشاره. هنا في عندي دوال ثانيه، تمام، اللي هي يونت ستيب، بيكون انه بناء على ثريشولد معينه. الثريشولد هذه انه يعني قيمه الداله بتكون صفر طالما انه الاكس اصغر من الصفر، تمام. هاي قيمه الاكس هنا صفر، تمام. فبالتالي انه قيمه الواي هايها كلها صفر. عند لحظه معينه ايش بصير؟ انا عندي الاوتبوت 1، معنى ذلك انه الستيب فانكشن بتطلع يا صفر يا واحد، يا صفر يا واحد، على حسب المعادلة هاي. هنا دالة السيجمويد نفس الفكرة، انه الرينج تبعها بين ايش؟ بين الصفر والواحد. بس هنا مش انه ستيب انه عند لحظة معينة خلاص بتقلب من الصفر للواحد، هنا انه انت عندك بتكون القيمة متذبذبة حسب المنحنى هذا اللي جاي من المعادلة هاي، تمام، بين انه هدول القيمتين، بين هذه الفترة. معنى ذلك انه قيمة الاكس هذه اكس من وهذه الاكس ماكس. تمام، كانت اكبر من الاكس ماكس دائما واحد، اقل من الاكس ماكس واكبر من الاكس من بتكون انه حسب معادله المعادله هذه، اقل من الاكس ماكس بتكون دائما صفر، تمام. البيس وايز لينير برضو لها 3 فترات، هنا انا عندي اكس من وهنا انا عندي اكس ماكس، اقل من الاكس من دائما صفر، هاي بين الاكس ماكس والاكس من هي عبارة عن معادلة خط مستقيم، عشان هيك اسمها بيس وايز لينير.
أكبر من الإكس ماكس دائما واحد. وفي عندك دالة الجاوشيان اللي هي شكلها زي النورمال ديستريبيوشن بالضبط، تمام؟ فهذه دال يعني دوال اكتيفيشن فانكشن مختلفة، يعني ممكن انه انت تطبق بيناتها زي ما شفنا في الكي ان ان. في عندك ديستانس متريكس مختلفة، وهنا في عندك اكتيفيشن فانكشن مختلفة، تمام؟ وفي عندك اللينير اكتيفيشن فانكشن. طيب نيجي للخوارزمية. الخوارزمية بيقول لك انه عشان انا بدي ابدا بقيم ابتدائية للويتس. بدي ابدا بقيمة ابتدائية للويتس، تمام؟ القيم هاي بدي انا اعملها انيشلايزيشن بشكل راندوم، معنى ذلك انه ادخل لي الجهاز يولد الارقام هذه او الويتس هذه بشكل عشوائي، القيمة تبعتها تكون بشكل عشوائي. لازم يكون في عندي initial weight. كيف بدي اختارها؟ خلاص ولدها عشوائي. هنصل لقيمة هنصل لقيمة ال weights الجيدة اللي تعطيني ال y صحيحة بعد ما نمشي يعني في الالجوريثم، تمام؟ فعشان هيك مش مشكلة انه في البداية انه انت تولدها بشكل عشوائي. عندك هنا ريبيت الخطوات هاي. هذه عبارة عن iteration، تمام؟ لغاية متى؟ لغاية لما يتحقق أحد شروط التوقف. زي الديسيجن تري بالضبط، انه انت بتعمل iteration لغاية لما يصير في عندك أحد شروط التوقف. ايش الخطوة هذه؟ هذه الخطوة اللي هي الفورورد باس. اللي هي هاي، تمام؟ اللي هو عبارة عن حساب الواي. هاي compute w hat. الخطوة الثانية update للويتس اللي هي ال backward error propagation. backward backward error propagation. تمام؟ لاحظ معايا معادلة الابديت. الويت الجديد WJ، هذه انت عندك K زائد واحد، معنى ذلك انه الويت الجديد اللي انت حتطبقه ل training example الجديد، لأنه هنا عندك for each training example x و y. تخيل برضو معايا كمان مرة data set بهذا الشكل، عندك x واحد x اثنين x ثلاثة، عندك ال y، وعندك هنا row zero row واحد وهكذا، تمام؟ فهجيت انا بطبق R0، هنا بطبق R0. اي ويت راح يستخدم؟ WK. R1 لما يجي يطبقه عشان يحسب الاوتبوت هيطبق ايش؟ كي دبليو زائد واحد، تمام؟ احسب الاوتبوت. طبقنا ار زيرو، احسب الاوتبوت، في ايرور. كيف بدنا نحسب الايرور؟ هاي هذا عبارة عن الايرور.
هذا كله عبارة عن ال W، عبارة عن الدلتا لل W جي. هذا كله المقدار، هذا عبارة عن الانبوت، الاكس اللي هو الانبوت، وهذا عبارة عن الليرنينج ريت. الليرنينج ريت حنيجي له بعد شوي حنشرح. هو بقول لك انه مقدار ال W، تمام، لازم اخذ بعين الاعتبار الانبوت اللي ادى لهذا الايرور، لازم برضه ندخله في المعادله، فعشان هيك بيضرب فيه. فالايرور بضربش انه بحسب انه انا مقدار الويت اللي هو عباره عن الايرور بس، لا، بضرب فيه مقدار الانبوت اللي هو الاكس، تمام، وبضرب فيه قيمه ثابته. خلينا نعرفها الان الليرنينج ريت، انه هي عباره عن قيمه ثابته اللي هي اللامدا، تمام. فبالتالي حسبنا الويت الجديد اللي هو k زائد 1. وين حنطبقه؟ في حساب الواي هنا، لما اجي اطبق r 1 كمان مره بشكل سريع. انا عندي r 0 طبقناها، حسبنا ال wi، شفنا انه في ايرور، بدنا نحسب الويت الجديد هيو w j k زائد 1 اللي هو عبارة عن الويت الحالي زائد الدلتا هذه كلها، تمام. عدلنا الويت، طلع أنا عندي الدبليو كي زائد واحد. وين بستخدمه؟ مع الاكزامبل اللي وراه اللي هو ار واحد. لما بدي اجي احسب الواي بستخدم الويت الجديد. يبقى كل اكزامبل انت بتطبقه بتعدل الويت، والويت الجديد هذا بيتم استخدامه لما تحسب الواي في التريننج اكزامبل اللي بعده، وهكذا وهكذا وهكذا. اوكي، ما فيش ايرور. ايش راح يصير في الدلتا؟ راح تتصفر. افترض انه هذا المقدار قيمته كانت صفر، ايش راح يصير؟ هذا التيرم كله حيتصفر، وبالتالي الويت القديم بيساوي الويت الجديد. لا، فيش خطأ في التريننج اكزامبل هذا. يعني تخيل معايا هنا، هاي انا عندي y وعندي هنا y hat. افترض انه الاوتبوت هنا اللي يفترض انه هو يطلع واحد، وطلع انا عندي صفر، في ايرور ولا ما فيش ايرور؟ اعمل ابديت للويت. هنا كان واحد وطلعوا فعلا واحد، في ايرور ولا ما فيش ايرور؟ ما فيش ايرور. استخدم نفس الويت، روح على التريننج اكزامبل، لسه ما خلصتش، ما تعلمتش على كل الداتا سيت، لازم اكمل، تمام؟ بالضبط، يعني تتعلم عليها كلها وبعدين تحسب الايرور لكل الداتا سيت كلها، تمام. بس هنا انت بتحدد انه تعمل ابديت للويت او ما تعملش، على حسب انه في ايرور ولا ما فيش ايرور. ما فيش ايرور، نفس الويت القديم. في ايرور، احسب ويت جديد وطبقه واستخدم لي اياه لما للتريننج اكزامبل الجديد. اوكي، واضح يا شباب؟ واضحة الأمور؟ طيب، طيب حلقيت هنا، كملت أنا التريننج اكزامبلز كلهم وما وصلتش للفاينل ويتس اللي فعلا بتجيب لي، يعني انه بتجيب لي الاوتبوت واي او بتحسب لي الاوتبوت واي بشكل صحيح. ايش ساعتها بسوي؟ بعيد من اول وجديد، زي اللي كانه درس المنهج بس لسه استيعابه لسه مش تمام، بروح بدرس من اول وجديد نفس المنهج. فتمر على التريننج اكزامبلز كلها، هذه الباس اسمها ايبوك. ايش هي الايبوك؟ انه انت تمر على التريننج اكزامبلز كلهم، هذه اسمها ايبوك. تمر عليهم من اول وجديد، هذه معنى ذلك انه انت دخلت في ايبوك جديده، دخلت في ايبوك جديده، تمام. بضلني استمر لغايه احد شروط التوقف. ايش هي شروط التوقف؟ شروط التوقف
أول شرط من شروط التوقف إيش هو؟ إنه أنت وصلت للإيرور، لأقل إيرور، وصلت لأقل إيرور. وصلت لأقل إيرور. إيش معنات هذا الكلام؟ معنات هذا الكلام إنه أنت قاعد بيتعلم. تخيل أنا عندي منحنى الإيرور، أنا عندي بهذا الشكل. هذا التايم وهذا الإي. تمام؟ طبعا أنت بتتدرب، مع الوقت يفترض إنه الإيرور بيقل. لو بقلش الإيرور مع التايم، معنى ذلك إنه بتعلمش. تمام؟ عند مرحلة معينة أنت بتصل لأقل إيرور، بتلاقيه إنه هو بيرجع بيطلع تاني. لما تعدل الويت بيرجع يطلع تاني. فأنت بتروح تفحص في المعادلة إنه إذا الإيرور بدأ يطلع، معنى ذلك إنه أنت وصلت لأقل إيرور، خلص ستوب. هذا أول شرط. الشرط الثاني انه تطلب من الالجوريثم انه يعمل لك عدد معين من التريننج اي بوكس، عدد معين من التريننج اي بوكس. يعني ممكن تطلب منه انه التريننج اي بوكس هذه تكون 10. والله خلص ال10 ولسه انت ما وصلتش لاقل ايرور، معنى ذلك انه لا، في مش يعني ما تعلمت، النيورال نتورك ما تعلمت. بس ايش وصلت لحد انه عدد الاي بوكس المطلوب. فبالتالي الشرط الثاني انه الوصول لعدد محدد من الاي بوكس. الشرط الاول لو الوصول لاقل ايرور. الشرط الثاني وصول لعدد محدد من الاي بوكس. بمعنى اخر انه الالجوريثم حيتوقف يا اما انه بيكون جاب الدقة المطلوبة، أو بيكون خلص دورات التدريب كلها وما جابش الدقة المطلوبة، فحيتوقف في إحداها، حيتوقف في إحداها. تمام؟ نيجي لآخر نقطة هنا اللي هو الليرنينج ريت. حكيت الليرنينج ريت لو أنت تضربه في المقدار هذا، لو كان الليرنينج ريت كبير، إيش راح يصير في الدلتا؟ راح تكبر. معنى ذلك انه مقدار التعديل في الويت راح يكون كبير. ولو كانت اللامدا لو كانت قليلة، ايش راح يصير؟ دلتا راح تصير صغيرة، قيمتها ضئيلة. لما تكون اللامدا كبيرة، معنى ذلك انه هو بيتعلم بسرعة. لما اللامدا بتكون كبيرة، معنى ذلك انه هو بيتعلم بشكل اسرع. ليش؟ لانه انت بتقلل الايرور بشكل سريع، بشكل كبير. خلاص بتختصر، انت عندك خطوات كتيره لما تعمل ابديت للايرور بمقدار كبير. ولما يكون اللمده قيمتها صغيره، معنى ذلك انه انت بتتعلم ببطء. اي نعم الايرور بيقل معك، ولكن انه ببطء شديد، بتحتاج لخطوات اكتر عشان انت تصل لدقه معينه. تمام؟ يعني بمعنى آخر، افترض انه انت في عندك حالتين، في عندك الايبوك على سبيل المثال 10، او خلينا نقول احنا حطينا الحد 3، واللامدا انت عندك حالتين اللي هو 0.7 و0.3. في حال ال 0.7 بتكون انت وصلت لايرور يعني معين، تمام؟ بعد مثلا 3 اي بوكس بتكون انت وصلت لهذا الحد من الايرور. لما يكون اللامدا 3.3 مش راح تصل لهذا الحد ب3 اي بوكس، ممكن تحتاج ل7 او 8 اي بوكس عشان تصل لنفس المستوى. فعشان هيك انت فعليا بتحتاج خطوات اكثر عشان انه انت تتعلم. تمام؟ طب انا اختار هالقيمه، هذه القيمه انا بختارها زي الكي. القيمه هذه انا اختارها تكون عاليه ولا منخفضه؟ لا عاليه ولا منخفضه. وفي اسلوب انه انت ممكن تعمل دي كي. ايش الدي كي؟ الدي كي انه انت بتبدا بالليرنينج ريت عاليه، وبعد عده خطوات بتقللها.
تبدا بليرنينج ريت، تبدا بلمدة عاليه، وبعد ما تمشي شويه تتعلم سرعه شويه بتقللها. شو السبب؟ لاحظ معايا هنا، لقيت اذا كان انت عندك عدد القفزات كبيره، حتصير انه القفزه انت عندك زي هيك زي هيك زي هيك، ايش حتلاحظ؟ انه في الايرور، الايرور زاد، لا رجع، ارجع نقص تاني، لا زود، لا نقص، لا زود، لا نقص. معنى ذلك انه انت بتصير تتذبذب، تمام؟ بينما القفزات لما تكون صغيرة تصل لأقل ايرور بدقة أكثر، بيكونش في عندك تذبذب. فعشان هيك الأفضل إنه أنت تبدأ في البداية قفزات كبيرة، بعدين بتقلل القفزات هذه عشان تصل للدقة المناسبة، تمام؟ واضح يا شباب؟ احنا اخذنا هذا الكلام لما يكون في انا عندي نيورون واحد. هل ممكن يكون في عندي عدة طبقات؟ ايش تسمى؟ تسمى مالتي لاير نيورال نتورك. بتكون الطبقة الاولى اللي هي للمدخلات، وفي انا عندي طبقة للمخرجات الاوتبوت اللي هي الواي، وهذه الطبقة بسميها هيدن لايرز. هذه الطبقة هي هيدن لايرز، وبتكون موصلة بهذا الشكل. يعني لو بدنا نطبق هذا الكلام على الايريس داتا سيت، هتلاقي انه الداتا سيت ايش بتحدد في الشبكه؟ بتحدد عدد الانبوت نيورونز، وبتحدد عدد الاوتبوت نيورونز. عدد الانبوت نيورونز بتكون على حسب عدد الاتريبيوتس. انا عندي اربعه، بيكون في عندي اربعه اتريبيوتس، تمام؟ هذا بيكون انت عندك كونستانت، اللي هو الكونستانت تبعك اللي هو ثابت، هدول متغيرات، تمام؟ ممكن عندك ان تكون الكونستانت هنا مثلا انه واحد او بوينت ثلاثة، خلاص ثابتة مش متغيرة، تمام؟ لكن هنا انت عندك عدد الانبوت نيورونز هي واحد اثنين ثلاثة اربعة على عدد الاتريبيوتس زائد واحد اللي هو الكونستانت تبعك. وايش بيحدد كمان؟ بيحدد انه عدد الاوتبوت نيورونز. هنا حددنا عن ثلاثة اوتبوت نيورونز، ليش؟ لأن عندي ثلاثة كلاسز، عندي ثلاثة كلاسز. معنى ذلك انه لما تكون الكلاس سيتوسا بيكون الاوتبوت تبع هذا واحد، هذا صفر، هذا صفر. كان فيرجينيكا بيكون هذا واحد، هذا صفر، وهذا صفر، اللي هو الواي، قيمة الواي انا بقصد. فبالتالي قيمة الواي انت عندك بتكون على شكل فيكتور مكون بهذا الشكل. الكلاس المختار بيكون انا عندي واحد والبقيه بيكون اصفار، تمام؟ فبالتالي الداتا سيت ايش بتحدد؟ بتحدد الانبوت والاوتبوت، عدد الطبقات وعدد النيورونز في الطبقات. هذه انت ممكن تتحكم فيها زي ما بدك، تمام؟ هذه انت ممكن تتحكم فيها زي ما بدك. طيب ليش انه لما يكون في عندي طبقات متعددة ممكن يكون مفيد جدا؟ لازم تفهم ليش. حقيقة الهيدن لايرز اللي انت بتضيفهم ممكن انه انت تشوفهم او تنظر لهم بمنظور انه هدول عبارة عن features extracted من الرو انبوت انت عندك بهذا الشكل. وعشان اوضح كلامي، افترض انه انت عندك نيورال نتورك تعملها بريزنت لرو ايمج بهذا الشكل، تمام؟ يبقى انت عندك الانبوت لاير عندك هنا بهذا الشكل، انه انت حطيت له الرو ايمج بهذا الشكل، تمام؟ على حسب عدد البكسل الصورة انت عندك كذا في كذا، فبالتالي انت عندك هدول الكذا في كذا هم حيكونوا عدد الانبوت. كل بكسل انت بتروح بتدخل القيمه تبعته هنا، هذا عباره عن مدخل رو انبوت. هنا في الطبقه الاولى بتعلم انه هو يتعلم
يستخرج الايدجز انت عندك في الصوره. يعني انت عندك في صوره ما، تمام، انه انت يفترض انه انت عندك صوره معينه، تمام، بيبدا يتعلم الايدجز البسيطه اللي هي ايش، انه هذا عباره عن خط مستقيم، هذا عباره عن دائره زي هيك، تمام. هدول الخطوط الأساسية اللي تعلمها، الحواف الأساسية لو جمعها مع بعض إيش ممكن تطلع عنده فيتشر أعلى شوية، اللي هي إيش، إنه بتعلم إنه هذه المنطقة هي عبارة عن عين، هذه عبارة عن أذن، هذه عبارة عن أنف بهذا الشكل. والفيتشرز هذه الأعقد من الفيتشر اللي قبليها، الفيتشر اللي قبليها عبارة عن خطوط هندسية، خطوط مستقيمة ومنحنيات. أما هنا فيتشرز أعقد، إنه قدر إنه هو يجمع هدول الخطوط المستقيمة والمنحنيات ويقدر يحدد إنه هذه المنطقة هي العين، هذه المنطقة هي الأنف كفيتشر، تمام. في اللاير اللي بعديها بيقدر يجمع فيتشر أكثر، وبيقدر إنه هو يتعرف على الأوجه، فبالتالي جمع كل هذه الفيتشرز مع بعض في الطبقة التي تليها. فبالتالي كل ما نضيف طبقات أكثر بيكون في عندك فيتشرز اكثر ممكن انه هي تتعلمها للنيورال نتوركس لوحدها، فهذا هو السبب اللي بيخلينا نضيف طبقات اكثر في النيورال نتورك، تمام. طبعا عدد الطبقات يعرف بالديبث اوف النتورك او عمق الشبكة، وهذا بيؤدي ل مصطلح الديب ليرنينج، تمام. بس قبل ما نشوف مصطلح الديب ليرنينج بدنا نشوف ايش هي الديزاين ايشوز مع النيورال نتورك، ايش هي المشاكل تبعت النيورال نتورك. اغلبها مشاكل متعلقه في الديزاين. هاجيت الانبوت تبعت النودز في الانبوت لاير زي ما حكينا بتتحدد حسب الداتا سيت، حسب الداتا سيت مش على حسب عدد الأعمدة بس، لا في تفصيل ثاني كمان، إذا كان العمود هذا إنه هو باينري ولا كونتينيوس ولا كاتيجوريكال أتريبيوت، ولا كاتيجوريكال أتريبيوت، تمام. إذا كان كونتينيوس أو باينري خلاص بيكفي نيورون واحد لإله، لكن لنفترض إنه هذا عبارة عن كاتيجوريكال أتريبيوت، ولنفترض إنه هو الكلر، وفي انت عندك ثلاث الوان، ففي هذه الحاله كم نيورون بلزمك لهذا العمود فقط في المدخلات؟ معايا يا شباب؟ ثلاثة، تمام. السؤال بيقول انه انا عندي على سبيل المثال انه عندي عمود الكلر في الداتا سيت، انا عندي وفي الكلر انا في عندي ثلاثة كاتيجوري، في عندي الريد والجرين على سبيل المثال والبلو، فبالتالي العمود هذا لو بدي ادخله كمدخل بنفعش ادخله بنيورون واحد فقط، كيف بدي امثل انه هذا الكلر انه ار ولا جي ولا بي؟ فممكن ادخله بايش؟ عن طريق ثلاثة نيورونز. لو كان احمر فبالتالي بيكون هذا واحد وهذا صفر صفر، لو كان ازرق بيكون صفر صفر واحد بهذا الشكل، تمام؟ هاي معنات هذا الكلام. النقطة الثانية عدد النمبرز تبعت النود في الاوتبوت لاير، زي ما حكينا انه بيعتمد على حسب عدد الكلاسز، بس اذا كان الكلاس واحد زي مثلا انه الجولف داتا سيت، ايش الليبل انا عندي، ايش الواي، يس ولا نو، فبالتالي بينفع انه يكون نيورون واحد؟ اه بينفع، بعتبر الواحد يس والصفر نو، بس لو اذا كان اكثر كل كلاس بده يكون عباره عن نود، كل كلاس بيكون عبارة عن نود، تمام. يبقى هنا في الديزاين ايشوز، تصميم الشبكة في لها اعتبارات، ايش هي الاعتبارات؟ الانبوت لاير عرفنا ايش الاعتبارات تبعته، ايش الاعتبارات تبعته؟ انه شو طبيعة المدخلات، شو نوع الداتا تايب تبعها،
والاوتبوت لاير برضه حكينا انه بيحدد عدد الاوتبوت نيورون على حسب اذا كان كلاس واحد باينري معنى ذلك بيكفي نيورون واحد، اذا كان اكثر من ذلك لكل كلاس بيكون في عندك نيورون. ايش كمان من ضمن قضايا او ديزاين ايشوز في النيورال نتوركس اللي هي عدد الهيدن لايرز وعدد النودز في كل لاير؟ هذا سؤال مفتوح، فكم طبقه استخدم؟ ايش افضل تصميم؟ ما فيش اجابه واضحه على السؤال هذا، تمام؟ فهذه احد المشاكل اللي انت عندك في التصميم تبع الشبكه، لانه في انت عندك عوامل كثيره بتحدد شكل تصميم الشبكه، تمام؟ برضو من القضايا المهمه اللي هي الانيشال ويت. الانيشال ويت احنا حكينا انه احنا بدنا نبدا في ويت معينه، والويت هذه لازم يكون في لها قيم، فبالتالي بروح بعملها توليد بشكل عشوائي اول مره. بس ممكن التوليد بشكل عشوائي هذا يأثر على نتائج التدريب. بمعنى آخر، إذا أنت علمت الشبكة وصلت لنتيجة بعدين رحت كمان مرة عدت التجربة كمان مرة راح تصل لنتيجة مختلفة. ليش؟ لأنه الانيشال ويتس اللي أنت بدأت فيها مختلفة، تمام؟ ممكن تصل لنتيجة مختلفة لأنه الانيشال ويتس عندك مختلفة. الليرنينج ريت حكينا عنه، إذا كان صغير بيكون تعلم بطيء، وإذا كان كبير بيكون التعلم سريع. عدد الماكسيموم نمبر اوف اي بوكس. الباتش سايز، الباتش سايز ايش المقصود هنا بالباتش سايز؟ لو رجعنا للخوارزمية هنا ايش بحكي لك هنا؟ فور ايتش تريننج اكزامبل. لو انا بدي اعدل على الخوارزمية واستخدم نظام الباتش فبقول فور ايتش باتش. ايش معنى فور ايتش باتش؟ لنفترض انه الباتش 10 اكزامبلز، معنى ذلك انه هذا الكلام انت بتطبقه على عشرات عشرات. يعني احسب لي الاوتبوت ل 10 اكزامبلز، تمام؟ واحسب لي الايرور ل 10 اكزامبلز، واحسب مقدار الدبليو الجديد اللي حنطبقه على 10 اكزامبلز الجايين. هذا بخفف الحسابات، بدل ما تضلك انت تقعد كل اكزامبل تقعد تحسب الايرور تحسب الابديت، الاكزامبل اللي بعده احسب الايرور احسب الابديت، باخذ 10 وشوف متوسط الايرور لهم، بحسب الدلتا الجديده وبحسب الويت الجديده للعشره الجايين، هيك افضل لتخفيف الحسابات. فقديش مقدار الباتش؟ هل استخدم عشرات، 20، ميات؟ في باراميترز كثيره في النيورال نتورك، تمام؟ طيب نيجي للديب ليرنينج. زي ما حكينا انه الديب ليرنينج انه المصطلح هذا انه حكينا انه كل ما ازود عدد الطبقات معنى ذلك انه انا بزود عمق الشبكه، معنى ذلك انه يعني بطبق الديب ليرنينج. وقتيش انه انا اعتبر انه الشبكه عميقه؟ اذا كان عدد الطبقات فيها اكثر من خمسة لايرز بعتبرها انه هي عميقه، تمام؟ بعتبر انه النيورال نتورك هذه ديب نتورك اذا كانت عدد الطبقات فيها اكثر من خمسة، تمام؟ طبعا هذا الكلام يعني على سنة 2010 علامة فارقة في الديب نيورال نتورك، لأنه الديب نيورال نتورك بتحتاج لحسابات كثيرة. أنت متخيل أنه أنت بدك تعمل حاصل ضرب، عمليات ضرب وعمليات جمع واحتساب للدلتا وتعمل أبديت، هذه عمليات حسابية كثيرة، عمليات حسابية كثيرة ومعقدة تأخذ وقت. بس الوقت هذا صار بطل انه مهم كتير بعد 2010. بعد 2010 ايش صار؟ انه مصنعي الجرافيك كاردز او البطاقات الرسومية طرحوا SDK. عارفين SDK؟ عارفين SDK؟ Software Development Kit، عبارة عن تول اتاحت للمبرمجين استخدام
الجي بي يوز في اغراض ثانيه غير الرسومات. يعني قبل كانت يعني الجرافيك كاردز بس انه تستخدم في الرسم في الجرافيكس، تمام، صاروا يستخدموها في العمليات الحسابيه الثانيه المعقده غير الرسم. هذا سرع انه احنا نستخدم الديب نتورك بشكل كتير كبير وما نهتمش للوقت. كان قبل يعني التعقيد الحسابي للنيورال نتورك عائق كتير كتير كبير في استخدامها، لكن بعد هيك انه بطل انه عائق بفضل الجي بي يو وبفضل اتاحة الاس دي كارد او الاس دي كي لاستخدام الجي بي يو في هذه الحسابات. الشغلة الثانية، صار في توفر اكتر بكتير للليبل ديتا، انه انا ممكن استخدمها في التدريب، صارت متاحة اكتر بكتير. صار برضو في تحسينات على الخوارزمية، على خوارزميات التعلم في الديب ليرنينج. ايش من ضمن التحسينات هذه؟ صارت في انا عندي اكتيفيشن فانكشن جديدة ادائها افضل بكتير من الاكتيفيشن فانكشن السابقة اسمها ريلو. صار في عندي تحسين في الالجوريثم في التعلم، حاجة اسمها ريجولايزيشن او دروب اوت، وهو باختصار شديد انه انت تخلي النتورك فعلا حرفيا فاهمة مش حافظة. ففي عندك نوعين من الطلاب، في طالب حافظ مش فاهم يقول لك هي هيك احنا حفظناها هيك ليش، وفي طالب فاهم بس مش حافظ، تمام. احنا النتورك ايش بدنا اياها؟ بدنا اياها حافظه ولا فاهمه؟ بدنا اياها فاهمه عشان تقدر تعرف تصنف صح. فالدروب اوت او الريجولايزيشن، انه انا براقب اداء الشبكه، كل ما بلاحظ انه هي بدات تحفظ بروح بفركش لها كل اللي تعلمته، بقول لها لا تحفظيش، خليها تنسى كل اللي تعلمته لحفظته عفوا، تمام، بقول لها انه تعلمي انه تفهمي مش انه تحفظي، تمام. بالاضافه للبري تريند او بري تريننج، انه انت صار في عندك نماذج مدربه بشكل مسبق بشكل كتير كبير. وبالمناسبه انت في عندك مكتبات الديب ليرنينج الموجوده، في عندك منها نوعين، في عندك التنسر فلو، وهذه واقفه وراها شركه جوجل، وفي عندك البايتورش، وهذه واقفة وراها شركة الفيسبوك، اثنين اوبن سورس، تمام، واثنين مكتبتين للديب ليرنينج. راح تلاحظ انه بالمكتبات هذه صار في عندك نماذج مدربة بشكل مسبق بشكل كتير كبير. ايش يعني نماذج مدربة بشكل مسبق بشكل كتير كبير؟ يعني بدي انا عندي بدي موديل يتعرف على الوجوه، حتلاقيه انه في انظمه او موديلز مدربه وجاهزه ممكن انه انت تستخدمها، فيش داعي انه انت تدربها من الصفر. هاي المقصود بالانظمه المدربه مسبقه او البري تريند موديلز، تمام. بدي موديل انه هو يتعرف على الاوبجكتس مثلا انا عندي، او موديلز يتعرف على الازهار، او موديلز يتعرف لي او يعمل تصنيف للتويتس انه هي بوزيتيف ولا نيجاتيف. حتلاقي انه في نماذج انه مدربه بشكل مسبق، ما عليك الا انه انت تستخدمها بشكل جاهز. فهذا صار في تطور كبير في هذا العالم و بسبب التحسينات اللي صارت موجوده في الديب ليرنينج. بالإضافة لذلك صار في عندي شبكات مخصصة، مش زي الشبكات اللي احنا شفناها بالطريقة هذه، طريقة التوصيل تبعتها بالطريقة التقليدية. لا، صار في عندي شبكات مخصصة. ايش يعني شبكات مخصصة؟ الاركتكتشر تبعتها مخصصة. يعني على سبيل المثال صار في عندي شبكات CNN Convolutional Neural Networks، هذه الاركتكتشر تبعتها مختلفة تماما عن الاركتكتشر التقليدية اللي احنا درسناها هذه، وهذه بتكون مناسبة جدا للصور. في عندك اركتكتشر ثانية اسمها Recurrent Neural Networks او RNN، وهذه بتكون
يعني مناسبة أكثر للسيكونس داتا اللي بيكون السيكونس فيها مهم، زي السبيش، زي الكلام، زي التكست. هذا النوع من البيانات مناسب جدا للريكرنت نيورال نتورك. تمام. بالإضافة لذلك في عندك شبكات الجانز، الجينيريتيف موديلز، اللي هي جينيريتيف ادفيرسال نتوركس، اللي مستخدمة في حاجة اسمها الديب فيك. ايش مفهوم الديب فيك؟ مفهوم الديب فيك انه على سبيل المثال تزييف العميق او الزيف العميق، انه انا بس محتاج اخذ لك هيك اكم اخذ لك اكم من صورة، تمام؟ بقدر من الصور هذه اولد فيديو مزيف بطبيعة الحال، بس ببين انه حقيقي، واخليك تحكي كلام انت مش قده مثلا. في عندي نماذج انا ممكن اورجيكم اياها المحاضرة الماضية، المحاضرة الجاية، تمام، لفيديوهات للتزييف العميق. فبالتالي انت ممكن، يعني الفكرة تبعتها في الجانز انه انت بيكون في عندك يعني تو موديلز، واحد بيتعلم انه هو يرسم او يولد او يعمل توليف لفيديوهات حقيقية قدر الإمكان، وموديل تاني إنه هو بيحاول إنه يكشف إنه هذه مزيفة ولا حقيقية، وبضله إنه هو يعدل من حاله لغاية لما الديسكريمينيتور أو الموديل اللي يفترض إنه يكشف إنه هذا مزيف أو مش مزيف، إنه يبطل يتمكن إنه من كشف التزييف. فبالتالي أنت بتطور الموديل إنه تو موديلز بتعلموا من بعض لغاية لما إنه يصير أداء الفيديوهات يتم توليدها انه متقن بدرجة كتير كتير كبيرة. فهذه يعني هذا يعني علم مفتوح انت عندك في الديب ليرنينج. ف خلينا المحاضرة الجاية بورجيكم بعض النماذج ان شاء الله. استنى يا استاذ.